السلام عليكم، دايرين لاباس عليكم؟ حنايا كاينين في البلاصه ديال السبته. اوياكم 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 تجيو على سبته. اكثريه الناس اللي عندهم وليدات صغار ما يجيوش على سبته نهائيا نهائيا، يعني غير نبقاو هنا شي 7 سوايع ولا اكثر. وكاين الناس اللي من 10 ديال الليل وباقين هنا، يعني واحد كرفيصه واحد مرميده صراحه ما كانش كيصحابلي بحال هكا. فانا كنوجه هذا النداء الناس اللي باغيين يجيو باغيين يقطعوا على سبته، كنقول لهم غير بلاش الواحد يزيد فلوسه على البنات ويجي على طنجه ويجي مرتاح وما يجيش على السبته. اكثريه اللي عندهم الدراري تماره 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 السيرفيس واش غنقول لكم، حاله حاله ما كاين واش غنقول لكم. المهم دار الله بعدا الحمد لله، اليوم الجو مضبب والجو بارد، اما كون كانت الشمس زعما كور. السلام عليكم ايتما دي السماء، مرحبا بكم ديال قناه فينادور. تشكاري خينوا التاس خضف القناه وكن واحد صدى رب العالمين، وتشكاري الاخواني جان داخل وخارج ارض الوطن. ايتما دي السماء اكني وسفهم من توافق السيديه ايديوسين زيل جاليه صراحه ملايينش نبدا نستور خاصه بدون السكوت تبرت المعاناه بالنسبه للجاليه غير المسؤولين باش هاد غزال غايج نهار غامن يتوقع عندي النا. ولكن صراحه نهار غوان نهار يتحياني الشهر. ايتما دي السماء السيده تنتبه بالنسبه للجاليه وثقاره، واياكم 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 قد كم سبته سبتة وتتعدو مقع وتتسم قع غير سبتة يجي الكارثة يجي الكارثة وذي سعقير الجالية أرمي ذعامة عما سوصني وقع الكارثة يني وقع نمارايا عما سوصني وقع دي التاريخ دي التاريخ عملية مرحبا. صراحة من يا مؤسف يتأسف التاس يتأسف التاس خل الجالية. وبالنسبة قرصني الجالية خمين دغذاكهم وتكنبو سبتة ذملي ليا خصوصا خصوصا إني غاجة يحنجان دي مزيان إني غاجة يحنجان دي مزيان وزمات صبا الله يحسن عاون هاد فوشت هاد حمو يعني الدرجة نحمو تقعد فوارتي الله يحسن عاون. واش تمني غير ان شاء الله زي السلطات المغربيه والسلطات الاسبانيه تلقى الحل يديروا الحل لهاد الشيء صراحه معاناه وتستمر المعاناه في سبته وخصوصا في سبته في سبته كاين معاناه اكثر من مدينه مليليه. وحنا كنجدوا المسؤولين كنجدوا المسؤولين يدخلوا عاجلا واجلا في هذه القضيه ديال الجاليه. وحنا كنتمنوا كما شفنا البارح شفنا تقريبا الاف والاف السيارات اللي كاينين في الساحه ديال سبته كيطلبوا باش يخرجوا. كانت تماك الغوات وداك الشيء صراحه مؤسف مؤسف للناس اللي كبارين في السن ديالهم، للاطفال يعني الاولاد اللي اقل من كاينين اللي عندهم 3 سنين و4 سنين ما يقدرش يستنى 7 ديال السوايع، كاين اللي كيستنى حتى 24 ساعة. وحنايا كنوصلوا المعاناة ديال الجالية، وكنتمنى لكم إن شاء الله الناس اللي كاينين في سبتة ومليلية بغاو يجيو هنايا المغرب، كنتمنى لكم إن شاء الله دير لنا شي فيديو باش نوصلوا إن شاء الله المعاناة ديالكم. والحساب ديال الإنستغرام ديال هو تيفي نادو، يعني بحال القناه اللي كتفرجوا فيها السميه ديالها تيفي نادور، وفي انستغرام حتى هي سميتها تيفي نادور. وبغيتكم ان شاء الله ديروا لي شي فيديو من سبته او مليليه باش نوصل لكم ان شاء الله المعاناه ديالكم. ايتما دي السماء تمني ان شاء الله هذا رخت سوا ايش الفيديو السني زي داخل مليليه سبتين ان شاء الله ارغن السود ان شاء الله مره المعاناه لهم ما مش تعيش مدينية وما مشكم تقل يعني ما مشكم تقل المعاملات بالنسبه اسبانيا بالنسبه صراحه ما مش دريت ما دي اسمع وما مش قانديني دي سبتا وديبونش يعني دي قال صراحه السلطات الاسبانيا ولكن تقبوش التعامل يعني بالنسبه لزياده ومن يونس نتيد الجمعيه وتجيبو ذي الهلال الاحمر
جيستري غادي نكروس روخو يعني واجبو نتا اذا سنديوني دي درخم في النس واسنتي ديو يعني واسنديو هي زياني ومان واش نتمني ان شاء الله زي المسؤولين اذق الحل الجالية ايت ما دي سمع. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.